هذا المقطع جمعنا 10 من أغرب الأوراق القياسية الموجودة بموسوعة جينيس، وراح نحاول نكسر إنه ندخل موسوعة جينيس. فإذا كنت ما مشترك اشترك وحط لنا لايك وهيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وشبابات الطيبين، عساكم بخير. أعرفكم مشتاقيني مو؟ يا خارف. فرجعنا لكم مقطع فيديو جديد وفكرة شقاقية، فكرة رهيبة، فكرة مستر بيس ما نسويها. فبهذا المقطع راح نكسر 10 من أغرب الأوراق القياسية الموجودة بموسوعة جينيس وب 24 ساعة. بس بيني وبينكم يعني ماني الشهادة ولوح تقديم من جينيس، أو بلا صح نريد بس فلوس ما عاد. فنروح نكسر أول رقم قياس ونستبدأ بين بالتدريج من أسهل واحد لأصعب واحد، ولو أنه يعني ما بين شيء صعب لأن يعني ما يصعب علينا شيء بإذن الله. Oh shit, here we go again. كم كلية مال حتاكل بالدقيقة؟ ليش لازم أحسبهن؟ إيه لازم تحسبهن، لأن يجوز أنت مكسر رقم القياس وما تذبوحك. إي نعم، لأن أكو رقم قياسي إنه تاكل 12 بسكوتة بدقيقة واحدة. نروح نكسره. إيزي سهل. فعلا شغل عداد ونشوف راح نكسره ولا. يا شباب اكتشفت انه النغال محتار ما مسجل. اي والله مسجل حد هنا ما مسجل، ولو انا يعني ما قدرت اكسر رقم هم زين ما سجل، بس لا تلوموني، المشكله مو من يمي، المشكله من الكليه. اه شيت هير وي جو اجين. بما ان الكليه مالحه كانت فجبنا ماي، هم نشرب هم نكسر رقم قياسي. ليش نكسر رقم قياسي؟ اي نعم، تشرب غنينة الماي ب 2.35 ثانية. ها؟ فايب يعني. يا صح انه صار 3.89 ثانية، بس قدرت اشرب نص يعني. المشكلة من الماي. اه شيت. Here we go again. الرقم القياسي الثالث تفك رول كلينس ب 9.8 ثواني. خلونا يعني شوف اشوفها سهلة، والله اشوفها سهلة. اوكي يا شباب خلونا نبدي، خلونا نشغل الاعداد. جبت كان 9.8. عندنا محاولة ثانية، خلينا نسوي محاولة ثانية. بداية كلينس ما هو زين. المشكلة بالكلينس، المشكلة مو مني، المشكلة بالكلينس. اي روح رقم القياس الرابع. اه شيت Here we go again. رقم القياس الرابع هو انك تلبس 10 كمامات ب 12.15 ثانية. مو هذا تلبس واحد يطول هاقد، شلون نكسر هذا الرقم ما ادري، بس خلينا نجرب. فهسه شو نسوي؟ نحطهن شو هو حطان يعني واحد ورا واحد، احنا نحطن واحد فوق واحد حتى هيك راحتنا هيك نلبسهن. فانت شوي وخر. ف هيا بنا. 1 2 3. ما حطت. بداية. بس حلو يعني، بس 8 غريب، والله غريب على الرقم. نجرب رقم القياس الخامس، جوز انكسر ما ادري، ان شاء الله. يا اخي والله ملل، ملينا من طعم الفشل. نريد انكسرنا فد رقم يعني نطلع بهذا المقطع انكسرنا فد رقم قياس واحد. فهذا رقم قياسي انه ما وعدكم، بس باذن الله راح انكسر، لان يعني اشوفه كلش سهل. انه تخلي التفاخه والبالونه والنابوله، ما ادري ايش يقولون احنا نقلها تفاخه، تنبط بواحد وثلاثين فاصل اثنين ثانية، يعني تنفخها لحد ما تنبط بواحد وثلاثين فاصل اثنين ثانية. خلونا نجرب. اه شيت هير وي جو اجين. نشغل العداد ونبلش. وهذا نقدر نقول انه اول رقم قياسي حطمناه، والله العظيم وحق الله ما كنت. لا
مازكها ولا تمسوا بها شيء. وش قلت؟ 10 ثواني اعتقد. اي 10 ثواني. فنقدر نقول هذا اول رقم قياسي كسرنا وسلمونا على جينيس وموسوعتها. تخيلوا يدزوا لي لوحه وهذا من جينيس خطانا. تخيلوا يعني اول هوادي تسجل وموسوعه جينيس. بس تخيلوا. رقم القياس السادس واللي هو احسه شوي صعب انه تخلي 18 بيضاء على كف ايدك، يعني هنا هيك على ظهر كف ايدك ايش تخليه 18 بيضاء. فاذا تكسرا راح ابات برا البيت. فخلونا نروح نجيب البيض ونجي. هاي البطانية حتى نحطها حذرنا من يطيح البيض لا يتكسر، لأن ما أبي أنام برا البيت. وصديقي ليش يقولوا لها بطانية؟ إحنا مو نتغطى بيها، ليش ما يقولوا لها غطانية مثلاً؟ بطانية اللي 80% من الشعب الهوازي كانت عدة بالطفولة. يا أخي الشعب الهوازي شجاع من طفولته. الأسد الوحيد اللي ما تخاف من عدة تحسه بالزونة. عوفني روح عوفني 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 فامي. ايه يا بنا اول بيضة ثاني بيضة ثالث بيضة رابع بيضة قاعدي خامس بيضة. وبعد محاولات ومحاولات وايدة واخيرا حلو حلو والله حلو حلو. شن بيضة صارت؟ بالضمن 6. والله حلو تطور اقسم بالله حلو. يلا يلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. بس والله حلو حلو. يعني حطينا جيب 16 وحدة. ديم ديم يعني جريب لرقم القياسي. وسنروح لرقم القياسي اللي بعده ولازم ندهن 6 من هذا الكيك اللي ما ادري شو يسمونه. احنا نسميه كيك تام وجيري، لان شايفينه بس بتام وجيري صراحة. يعني احنا شفناه بتام وجيري سميناه كيك تام وجيري. واسم اتسأل يقولوا كيك تام وجيري وعاد رايح عليه الاسم طرحوا يا همه. اي فالمهم لازم ندهن 6 من هذا الكيك بالزبد. لا مو 6 10. لازم ندهن 10 من هذا الكيك بالزبد وب 26.11 ثانية. فهيا بنا نحتاج لنا صحن بداية. سبعة وعشرين ثانية قدرنا نتهن 1 2 3 4 5 6 7. لا ما تاكل والله العظيم قبل لا صوت المقطع كنت احس انه سهل تكسر رقم القياسي، بس لما صوت المقطع يعني تفاجأت انه وايد صعب اصعب مما كنت متوقع. فبس هم يعني انجاز اقدر اقول انه اسرع اهوازي دهن 7 كيكات تام وجيري ب 26 ثانية. ديم يعني ياهم سويها قبلي دهن 7 كيكات تام وجيري ب 26 ثانية ما حد مسويها. خوش رقم القياس التالي يقول انه لازم تقص 7 اوراق واحدة فوق الاخرى، يعني 7 تحطن واحدة فوق الاخرى وتقصن. ليش؟ لان هذا رقم القياس شنو ليش؟ اي لان هذا رقم القياس وما قدروا يقصون اكثر من 7 يعني حد 7. فخلونا نروح نجيب مقراض اخو خيته حتى يقرضهن. جبت هذا 600 ألف، يعني اذا ما قصهن لازم ارجع ارجع اخو ما اعطي فلوس عليك يعني. وسجبنا هذا المقراض اللي احس انه راح يقرضهم. ليش؟ لان جبت 600 ألف غالي. اي شيء غالي هو زين يعني اكيد. الصوت راح نفسية 600 ألف يا ابي شلون ما راح نفسية؟ يعني مط فلوسي عليك؟ اي راح نفسية اي. اذا كان راح نفسية حطوا لايك وكتبوا لي بالتعليق. والغى وحدة اصلا بدون لا اجيسة قصها سهلة. وضغتين سهل ايزي خوش 4 ورق. بس لازم نخلي 8 ونقصهم حتى نكسر رقم القياسي. انا اقول وايد
سهل هذا رقم القياس، يعني شلون ما قدروا يقصون اكثر؟ احنا اتفقنا سبعة بس، ثمانية قصينا، خلينا نقص 16 وحدة. ثمنتعش وحدة قصينا يا جماعة، واذا نقدر نقول هذا رقم القياس الثاني اللي كسبناه و... ما ادري، بس احس انه انجاز فشي فخر يعني مسوي لي انجاز عالمي، يعني كسرت رقم القياس. بس شني قينا استدعم اللي عنده فلوس، فانا ما عندي فلوس ما راح يعطوني لا لوحة لا يكتبون اسمي بقينس. يا رب ليش يا رب ليش. اوكي يا شباب، هسه تقريبا بعد اسبوعين من تصوير المقطع واجهت مشكلة بالتكملة اللي كنت منتظر انه احل المشكلة وانزل المقطع، بس بعد شفت السالفة طولت وهذا المقطع لازم قبل اسبوع ينزل والسالفة طولت، فقلت منتج نفس هذا المقطع وانزله، قصرنا سنة وغام قياسية يعني وكافي بعد شنويت. وبس وصلنا لنهاية المقطع، اذا عجبكم المقطع لايك واشتركوا بالقناة وكتبوا لنا تعليق حلو وسلام. جاز نو اول اهوازي كسر اثنين ارقام قياسيه. جاز يا اخي جاز.